مشاهدين أهلا بكم. الجزائر تقدم تقريرا إلى الأمم المتحدة تضمن أعداد ضحايا الألغام التي زرعها الاستعمار الفرنسي. لم يكن خروج الاستعمار الفرنسي من الجزائر عام 1962 نهاية لمأساة دامت 130 عاما، بل استمرت مخالفاته في حصد الضحايا بسبب ملايين الألغام التي زرعها وبقيت تنفجر بعد رحيله ليسقط على إثرها آلاف القتلى وأصحاب الإعاقات الجسدية عبر عقود من الزمن. لما تصارعت السلطات المحلية الزمن لنزعها في عملية انطلقت قبل نصف قرن وما زالت متواصلة، وأزال الجيش الجزائري قرابة 80% من مجموع الألغام التي زرعتها فرنسا والسلطات الاستعمارية على مرحلتين. الأولى بدأت في عام 1963 وتواصلت 25 عاما، والثانية بدأت في عام 2004 ومستمرة إلى اليوم. فيما تعلن وزارة الدفاع بشكل دوري في بيانات عن تدمير مئات الألغام التي زرعها الجيش الفرنسي أثناء حرب التحرير. قدمت الجزائر تقريرا إلى الأمم المتحدة تضمن أعداد ضحايا الألغام التي زرعها الاستعمار الفرنسي والتي بلغت نحو 9 ملايين لغم، وحصدت أرواحا نحو 7300 جزائري. وفقا لوكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، فقد سلمت الجزائر تقريرها السنوي لسنة 2019 لمنظمة الأمم المتحدة الذي وصفت فيه بدقة الجهود المبذولة منذ عشرات السنين سواء في مجال التطهير أو التحسيس حول أخطار هذه الألغام التي خلفت 4830 ضحية جزائري خلال الثورة و 2470 ضحية بعد الاستقلال، ومتسببة في نسبة عجز ب 20% على الأقل عن بقية المتضررين. وأشار التقرير إلى أن العدد الأكبر لضحايا الألغام المضادة للأفراد قد تم تسجيله بالمناطق الحدودية الرئيسية المعنية ابتداء من 1956 بمرور خطي شارل وموريس، أي على مستوى ولايات الطارف وسوق هراس وقالمة وتبسة، أي الناحية الشرقية، وولايات تلمسان ونعامة وبشار، أي الناحية الغربية. وكشف التقرير أن العدد الإجمالي للألغام الفرنسية في الجزائر منذ سنة 1956 بلغ نحو 8,800,000 لغم مضاد للأفراد، ما تطلب تطهير نحو 62,000 هكتار من الأراضي الجزائرية، فيما بلغ عدد ضحايا تلك الألغام 7,300 شخص. وأكدت الوثيقة أن الجزائر قد شرعت منذ سنة 1963 قبل التوقيع على معاهدة أوتاوا عام 1997 حول تدمير الألغام المضادة للأفراد، أي بعد سنة من الاستقلال وإلى غاية سنة 1988 في الإزالة التلقائية للألغام من المناطق التي زرعها المحتل الفرنسي خلال ثورة التحرير الوطني، والتي سمحت باكتشاف أكثر من 7,819,120 لغمة. وأوضحت الوثيقة أن الجزائر شرعت في إطار معاهدة أوتاوا خلال الفترة من 27 نوفمبر من سنة 2004 إلى غاية 1 ديسمبر من سنة 2016 في نزع الألغام من أهم المناطق الحدودية المتضررة من مرور خطي شارل وموريس. التي سمحت بتدمير 1,035,729 لغمة إزالة شهرية تفوق 1,750 لغمة، وتطهير ما يقدر ب 12,418,194 هكتارا من الأراضي، وإطلاق حملات للتشجير في الأراضي منزوعة الألغام.
وأبرز التقرير كذلك دور السلطات في تقييم الرعاية الاجتماعية والصحية لضحايا الألغام المضادة للأفراد الذين بقوا على قيد الحياة، مشيرا أيضا إلى استمرارية الإجراء القانوني الذي يمنح تعويضات لضحايا الألغام الذين لا يزالون على قيد الحياة الصادر في يناير من سنة 1974. وقد قال زغبان حسن أستاذ التاريخ في جامعة العاصمة الجزائرية أن دراسات تاريخية عسكرية فرنسية تشير إلى أن الجيش الفرنسي قد زرع 11 مليون لغم في الجزائر أثناء حربه ضد جيش التحرير الوطني أغلبها في المناطق الحدودية الجزائرية مع كل من تونس والمغرب لمنع وصول الإمدادات للثوار ضد المستعمر. أضاف حسن للأناضول أنه لا توجد إحصائية دقيقة لعدد ضحايا الألغام الجزائريين إلا أن عددهم التقريبي خلال 54 سنة من بعد الاستقلال يتعدى 50,000 ضحية، منهم من قتل ومنهم من أصيب بجروح وحالات إعاقة خطيرة بسبب حالات بتر الأعضاء. وقد قال أيضا الضابط المتقاعد من جيش التحرير الجزائري زواهر بشير من مدينة بشار التي تبعد 1800 جنوب غرب العاصمة الجزائرية، قال للأناضول: بدأنا في عام 1963 عملية نزع الألغام، كنا أعضاء في كتيبة هندسية بالتعاون مع خبراء من الاتحاد السوفيتي، وقد قتل في أثناء عملنا 5 عسكريين جزائريين في 4 أعوام، وأصيب 6 آخرون بإعاقات نتيجة انفجار الألغام أثناء نزعها التي كانت تتم بوسائل بسيطة في ذلك الحين. وأوضح أن عملية إزالة الألغام تواصلت طيلة 30 عاما في الفترة ما بين 1963 و 1988، حيث اضطرت السلطات لإيقافها بسبب الأزمة الاقتصادية، ثم عادت بشكل أكثر قوة في عام 2004. اليوم كما يقول الضابط الجزائري توجد ألغام قد فقدت فاعليتها بسبب بقائها في باطن الأرض لستون عاما تقريبا، بينما توجد غيرها ما زالت فعالة وهي التي زرعت في مناطق جاف. الضابط الذي غادر الجيش الجزائري برتبة رائد بسبب إحالته إلى التقاعد عام 1989 يصف عملية إزالة الألغام في الحدود قائلا: كانت عملية شاقة جدا ومتعبة، حيث كانت تتم بوسائل تقليدية نسبيا، مجرد أجهزة للكشف عن المعالم، وكان الجنود تقريبا لا يرتدون البزات الواقي المحروف الآن، إلا أنهم تمكنوا في السنوات الأولى من تطهير مساحات واسعة من الأرض المزروعة بالألغام. وقد أشار بشير أيضا إلى أن القيادة العسكرية في ذلك الوقت أي في الستينات من القرن الماضي قررت الاستعانة بعمال جزائريين سخرتهم القوات الاستعمارية لإقامة خطي شار وموريس، خطان من الأسلاك الشائكة وحقول الألغام أقامها الجيش الفرنسي أثناء حرب التحرير الجزائرية على طول الحدود بين الجزائر وتونس ومع المغرب أيضا. حيث لا تملك الجزائر خرائط لحقول الألغام الموجودة، وهو ما صعب العملية من جانبه. قال الخبير العسكري محمد تواتي إن الألغام المزروعة في الجزائر تنقسم إلى أنواع عدة، منها المضادة للأفراد والجماعات والمضيئة التي زرعت على الحدود الجزائرية التونسية والجزائرية المغربية لمنع وصول الإمدادات لقوات جيش التحرير الوطني، ثم قنابل عادية وأخرى عنقودية ألقتها الطائرات الفرنسية ولم ينفجر أغلبها، وهي التي تسببت في أغلب الإصابات وسط المدنيين الجزائريين لأنها ألقيت في مناطق جبلية وريفية، ثم قذائف المدفعية التي لم تنفجر بعد إطلاقها، وأخيرا قنابل في شكل أوان وعلب معدنية وتدعى شراك أو الفخخ. شمس الدين الوهابي أحد ضحايا الألغام الفرنسي، والسيد شمس الدين باهي من مدينة بشار
التي تبعد 1800 كيلومتر جنوب غرب الجزائر العاصمة. روى للأناضول كيف فقد إحدى يديه في عام 1970 وكان سنه حينها 11 عاما قائلا: كنت أرعى مواشي جدي رحمه الله، قد حذرني كبار السن في قرية بوداغ القريبة من الحدود مع المغرب من السير في منطقة واسعة حددها سكان القرية بعلامات هي حجارة ملونة. وتابع قائلا: أثناء رعي قطيعا من الأغنام هرب لي خروف نحو حقل الألغام، وأثناء محاولة الإمساك به انفجر لغم تحت قدم الخروف الذي تفتت جسده بينما أصابت شظية كبيرة قدمي. مضيفا أيضا: قد نقلت للعلاج على الفور، وحينها قرر الأطباء بتر قدم اليسرى، وهناك آلاف الرجال الجزائريين الذي يتعدى سنهم 50 سنة من أمثال شمس الدين يعيشون بإعاقات دائمة بسبب ألغام الاستعمار الفرنسي. وشمس الدين يحصل اليوم على إعانة شهرية من الحكومة بسبب اللغم الذي أفقده رجله، وقد منحت له الحكومة كما يقول بيتا يقيم فيه حاليا. بدوره قال رئيس جمعية ضحايا الألغام المضادة للأشخاص في الجزائر غير الحكومية محمد جواني في تصريحات صحفية سابقة: جمعيتنا تعمل مع مختلف الوزارات على غرار وزارة المجاهدين قدماء المحاربين والتضامن الوطني والصحة من أجل وضع بنك معلوماتي حول الضحايا، وهذا ما يجب فعله حقا. وأوضح أن الجزائر تعد البلد الوحيد الذي يخصص منحة لهذه الفئة من بين 163 بلدا موقعا على اتفاقية أوتاوا لنزع الألغام، معتبرا أن آخر الضحايا تم تسجيلها خلال شهر مارس الماضي في مدينة الأغوار التي تبعد 400 كيلومتر جنوب الجزائر العاصمة، إذ لم تقع أي ضحية منذ سنة 2011 بفضل جهود وحدات الجيش الوطني الشعبي الجزائري. شكرا لك عزيزي المشاهد لمشاهدة هذا الفيديو. إذا أعجبك الفيديو شاركنا بتعليق. وشكرا لكم.